استغل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي تواجد نظيره الفرنسي بالجزائر للوقوف على مراسيم اتفاق توأمة شراكة تمت بين مديرية الحماية المدنية والاتحاد الأوروبي على غرار فرنسا وإسبانيا. التوأمة تضمنت عدة نقاط هامة في قطاعي الحماية، التكوين واكتساب الخبرات اللوجستية لعناصر وأفراد الحماية المدنية، وهي مدعمة من طرف الاتحاد الأوروبي بتسيير خاص من وزارة التجارة الجزائرية، كما تضمن تكوينات خاصة لأفراد الحماية المدنية سيما في مجال التدخلات السريعة بخصوص الحوادث والكوارث. التغطية كانت لزميل جمال ديمبوشة. قررنا بأن هذا التعاون وهذه الشراكة الإيجابية المربحة في مختلف المجالات للجانب الفرنسي والجانب الجزائري تتواصل إيجابيا بالنسبة لمستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية. اليوم هذه الاتفاقية كذلك بين قطاع الحماية المدنية والحماية المدنية الفرنسية والأوروبية بصفة عامة، لأن فيها الجانب الفرنسي الجانب الإسباني والجانب الجزائري، أساسها هو العمل على تحسين المردود للمورد البشري. Cette coopération est rendue possible par le haut niveau de chacune de nos forces de sécurité civile, que ce soit en Algérie, en Espagne ou en France, et sur tous les domaines dont nous avons pu discuter ce matin, nous envisageons de poursuivre, bien entendu, dans la lutte contre l'insécurité, dans l'échange sur la lutte contre le terrorisme, dans l'échange sur les collectivités territoriales et la façon dont elles doivent nouer de nouveaux liens, sur l'organisation de nos territoires. Ravi de participer dans ce projet de Yumalash avec la France et de collaborer, de coopérer avec l'Algérie dans les domaines de la sécurité civile. Et comme on est déjà participant à notre projet sur la sécurité routière et d'autres. C'est tout, merci beaucoup.